كم 34 معاك؟ معاك الله. من التسعينات انت. صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شفت في مباشرة معكم من سوق جملة، لسه ماكل حوت غالي هاد الصباح، ومعنا أحد قيدومين بيع السمك غادي يحكي لنا التفاصيل. شنو هذيك الملحة اللي درتي ليه؟ هذيك الملحة اللي درتي ليه؟ علاش؟ سميت هاد النوع هذا؟ هذه بونيتون. بونيتون هذاك السرديل، شحال السرديل الكيلو؟ لا هذيك راه كبايلة. كبايلة؟ ماكرون. هاكو. غالي غالي هاد الصباح. ملي بدا رمضان وما في الغلا، دابا داك ونشوف. انت واخا انت خذ هذا دابا راه خلاه. شحال وصلت الحوت هاد الصباح الشريف؟ شحال وصل الحوت؟ السرديل، السرديل داير 5600. الصندوق؟ اه. والبونيتو والبوري وداك الشيء 4000، 4600. وهذا اسمه الكولان، نرلون كولان، 40 درهم الكيلو. اي اي. ايوا الدوراد وداك الشيء راه غالي على الناس، فايته 90، 100، 120. وشنو السبب ديال اللي مخلي هادشي غالي؟ نعم. شنو السبب؟ السبب هو المراقبة ما كايناش، وكانت المراقبة غادي يديرون. يعني كاين الشناقة في هادشي؟ ايه كاين الشناقة. مولا كيخسروا السوق. ايه ما كاين من يديرهم لا من يجيو معاهم لا والو. يعني كياخذوا الحاجة بثمن ويبيعوها بثمن. اه 50 درهم. اللي زيدين الصندوق يدي تبارك الله. شنو كطلبوا من المسؤولين على هذه الادارات؟ المدير كيشكي هذا ما كيراقبش هذا الشيء. شوف شوف الارض كي دايره، كلها مطحطحه. التحتيه ديال السوق ميته، جايين بالكروسه يستقلب لينا كل شيء، عاوتاني الدور انت الكونجلي كونجلي تا هو عاود. غلاء كاين غلاء اخويا بزاف، كاين غلاء اخويا. وكنجيو لهاد المرسى اخويا كنضربو تماره ديما خويا، عارفين ما نجيو تماره هي اللي كنضربو من هاد المرسى. كنديو الحوت غالي، وملي كنديو ليه ما كنبيعو ما كنشريو. الغلاء كتدخل السرديل، السرديل واش السرديل 30000 فرانك، كبايله 140 درهم، 120، الكروبيط ولا الصول ولا الميرنا ولا داك الشيء راه كدوي راه بزاف. المواطن مسكين هو اللي كيتمحل، الشارع حنا كنمشيو كنبقاو نشوفوا في هذاك الحوت، ديما ديما كنديو هذا الحوت، ديما ديما كنبقاو نشوفوا فيه. دابا كنمشيو لبن سليمان كنبيعو نشريو بن سليمان، ما كاين لا بيع لا شراء. الناس مساكن ما عندهاش الفلوس، ملي كتقول لي السرديل 300 راه بزاف عليه. 300 درهم الكيلو. ايه 300 درهم كتجي بزاف عليه. الغلاء من هنا، كنديو حنا الغلاء من هنايا، حيت الغلاء المواطن من المرسى، راه ماشي مع الكليان هو اللي كيبيع عليه بالثمن، المواطن هو راه الغلاء من هنايا من المرسى، فهمتيني ولا لا؟ فما يبقاوش يقولوا لك لا راه هذا جاي كيبيع السرديل، والله حتى السرديل ايه السرديل راه 30000 فرانك. واحد ناقص شويه 25، فهمتيني ولا لا؟ راه الغلاء من الفوق ماشي من هنا. دابا راه كذاب اخويا. الاداره من الفوق. دابا هما يرخصوا وما يغليو. انا راه كنضربوا بالتماره. كنفيقوا مع الجوج ديال الليل، والله حتى من الجوج وحنا هنايا. كنجيو كنديو اش غادي؟ انا غادي مع ست الشبكات، حنا ثلاثه الناس. اش غنصوروا فيهم؟ الدراري اش غياكلوا؟ عندي ثلاثه الوليدات. اش غناكلو؟ ما كاين اخويا حتى حاجه، راه كنضربو بالتماره في سبيل الله. كنجيو مع مول ترونسبور، مسكين مول ترونسبور تا هو محل كيدير 4000 مازور، وعاد خلي لوطوروش، وعاد خلي من هنا وخلي بياجو 25 فرنك. والله حتى السردين طايح ب 300 دريال، قسما بالله حتى ب 300 دريال كنبيعو فيه ب 300 260.
وملي كتقول لبنادم كيقول لك لا راه غالي والتدير واجي تشوف كيقول لك احنا اللي دايرين هذا الشيء ديال الغلاء وهذا الشيء الغلاء راه من هنا يا خويا يجيو للمرصه ويشوفوا يجيو للمرصه كما قالت شي لجنه خصها ايه خاص شي لجنه الشناقه راه محننا واش السر ديال كيطيح ب 20 هو كيديه يدير ليه 30000 فرانك شكون اللي رابح رابح الشنار فين درهم في الصندوق راه مساكن راه محنن راه من جوج ديال الليل والله حتى اش كندي راه نديها 100 درهم ولا 150 درهم وغادي فرحان هو راه كيجي ياخذ 50 شبكه 60 شبكه يدي فيها 40000 50000 اصحاب الاسعار خاصهم هما اللي يكونوا هنايا ويدوروا على اي مواطن يدوروا عليه هذا المسكين مول الشاري حتى هو شو الطرقان كي داير شو الطرقان الطرقان ما كاين حاجه الحوت حتى كتعذب والله حتى كيطيح لينا الحوت انا قبيله طاح لي الحوت جوج خطرات هاد الارض هما اللي الشاري هو راه محنن خاص الطرقان يتصاوبوا خاصه ديال المرصه راه ماشي راه مرصه هاد لحظة شكرا كما كتلاحظوا مشاهدينا الكرام يعني بائعين السمك معدلين وواكلين العصا شوف الحفاري شوف كيخرج الدري من الشاري ومسكين حتى كيولي كله يقطر يولي يدير حتى الارض ما مستعده راه كنشوفهم والله لا جبسه مشاهدينا الكرام الى هنا ينتهي هذا الفيديو